وردود فعل أردوغان يفضح النوايا المترصدة لمصر. طبعا في نوايا، وخصوصا كان يعني طبعا امبارح كان في رد قوي من وزير خارجيتنا الوزير سامح شكري على كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إلى متى ستظل هذه النوايا تترصد وتتربص بمصر؟ يعني اعتقد ده شيء متوقع. يعني مصر كل ما بتحقق نجاحات وكل ما بناخد خطوات في مجال التنميه بيبتدي الاعداء اللي مش عايزين مصر تنمو، وده كان واضح في فتره الستينات لما دخلوا مصر في معارك بعد فتره التنميه اللي حصلت في من 60 ل 65، دخلونا في معارك عشان خاطر نوقف مسار التنميه. الان تركيا اللي كانت بتتهمنا بال بي 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 يعني بعدم وجود يعني اتفاقيات لحقوق الانسان وان احنا بنخرق هذه الاتفاقيات، هي الان بتقفل جرايد وبتقفل صحف وبترش الناس بالميه وبتقفل فيسبوك وتويتر وبتقفل كل حاجه، يعني بتعمل كل ما كانت تتهمنا به واكثر من ذلك. ومع ذلك للاسف الجانب الامريكي لانه له مصالح مع والاوروبي كمان والاوروبي بالظبط، يعني عامل نفسه يعني ودن من طين وودن من عجين، ويجوا عند الشاب الايطالي اللي لغايه دلوقتي مساله جنائيه مش عارفين وبيحاولوا يحولوها الى مساله سياسيه وتقوم الدنيا وما تقعد، ويجي البرلمان الاوروبي. فيعني كل ما مصر بتحقق نجاحات في التنميه، وخلينا يعني لازم الناس تفهم ان احنا فعلا في مأزق شديد جدا. احنا الدوله الوحيده الان في المنطقه اللي كان مخطط ليها ان تقسم بعد ما حصل الحمد لله ربنا يستر يا رب ان شاء الله. ولازم الناس يعني الحقيقه تفهم خطوره هذا الموضوع. يعني سوريا ابتدى يعلنوا الاكراد حكم فيدرالي في الشمال، العراق طبعا يعني ربنا يستر عليها ويعني تقوم لها أمة مرة تانية. فأنا أعتقد أن المؤامرة شديدة جدا، ولازم إحنا نوع يعني يكون عندنا وعي بهذا. وأنا أعتقد برضو إحنا ساعات بندي يعني أهمية كبيرة، لازم نتجاوز شوية عن المسألة، يقول اللي يقوله وإحنا هنرد برضو، نفضل نخليها مكلمة، بس المسيرة تأمل. لا لا، المسيرة لازم تكتمل ان شاء الله. قال دكتور خالد ابو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين على حسابه على التويتر: الماليه ترفض التصالح مع المستثمرين دافعوا الضريبه والضريبه المضافه دون اي مبرر، والنتيجه محاكمه جنائيه واحكام. ده شكل بلد عاوزه استثمار. احنا عندنا فخ اسمه فخ الاستثمار، اللي بيقع فيه بيصاب بشكل او باخر. متى تصبح وزاره الاستثمار مش فخ وتبقى فعلا معول بناء مش هدم للاقتصاد المصري؟ لا، لما يكون عندنا يعني معلش وزاره فاهمه ايه مهمتها الحقيقيه، لما يكون عندنا هيئه لازم تبقى عارفه ايه دورها الحقيقي، لما يكون في استراتيجيه واضحه للاستثمار، لما يكون في قوانين مش معوقه. انا اعتقد المساله يعني واضحه تماما، المشكله ان احنا نطبق هذا الكلام. في حاجات يجب انها بالفعل يتم تغييرها. احنا بنتكلم بان يعني سنتين على فكره القانون الاستثمار وعلى اللائحه وهذه المسائل، يعني في اشياء يجب، وحوالينا في تجارب كتير ناجحه لازم احنا ناخد بيها، ولازم نبقى عندنا وعي انه هناك زي ما كنا لسه بنتكلم في الخبر اللي قبليه، في حروب شديده جدا ضد مصر. صحيح. لازم نتصدى ليها. اول خطوه للتصدي ان احنا نعطي فرصه للمستثمر المصري اولا والعربي والاجنبي ان هو يعني نتخلص من البيروقراطيه الموجوده. ده حقيقي. ان يعني مش معقوله في ناس تخش السجن عشان تستثمر في مصر. لا، والتصالح كان معدل. يعني التصالح ده السبيل الوحيد في كل دول العالم، مش صحيح. عندنا مش هنخترعه. صحيح. طيب نروح لبوست اخر قال الكاتب الصحفي